بأسماء بأسماء الإبداع من الشباب، وأن نزرع مشروعات جديدة للثقافة، وننتظر نجوماً جدداً في عالم الإبداع. الجائزة الأولى لصباح مدر غنارو عن رواية وطن مع وقف التنفيذ. عاشور شارك بديوان شيطانتي. ألف ألف مبروك، تفضل. شكرا نور الهدى، ألف ألف مبروك. لوحة تشكيلية تحت عنوان المرأة في إفريقيا. كتب وألف ألف مبروك لبوشيخي. شكرا نور الهدى، ألف مبروك المركز الأول. الحمد لله تم تتويج اليوم بجائزة علي معاشي فرع فن تشكيلي. أنا جد فرحة بهذه التتويج، حيث أنه يمثل لي كداعم كبير لي في مشواري. إن شاء الله نكون قد المسؤولية باش نحمل هذا الثقل، وراح ذلك الاسم تاعه يسجل مع الناس كبار فاتوا مروا على هذا الاسم. جائزة علي معاشي أكيد أكيد حاجة كبيرة بالنسبة لي، حاجة كبيرة. والله هذا التتويج هو مثل البوابة الكبيرة التي تسمح لك بدخول عالم الأدب وعالم الشعر والرواية من باب واسع. فرح جدا بهذا التتويج وأراه منجزا لا يقل على أي منجز أدبي واحتفالية أدبية أخرى.